بكم في جرب سكوب. احنا موجودين حاليا في مقر الاتحاد العام لتوليس الشغل، وين دخل مجموعه من عمل احد الوصول بجربه في اضراب جوع بدايه من اليوم 22 نوفمبر، والعمال الموجودين امامنا وباش يحاولوا يفسروا لنا اسباب هذا الاضراب الجوع. اسباب هذا الاضراب الجوع هو طردنا تعسفيا من نزل ريم بيتش وشكينا وتوجهنا القضاء، القضاء ما انصفناش، لكن توجهنا للاتحاد، الاتحاد تحمل الملف بتاعنا وقال باش نجيب لكم حقوقكم، لكن قاعد يماطل فينا لمده 6 أشهر، ما جابناش حتى محضر جلسه بعد بعد الثوره المباركه. قبل الدخول في ضرب جوع، فماش حركه اللي عملتوش اعتصامات قبل اربع اعتصامات قبل ما ندخلوا في ضرب جوع، والاتحاد يماطل فينا ويهز فينا ويجيب هاو باش نجيب جمعة هذية وجمعة هذية جلسة في تونس أو في مدنين. في الأخر خلاص فما زملائنا من نزل السان كلاب اللي هم اعتصموا معنا في الاعتصام الأول والثاني خذوا حقوقهم وخرجوا على خرجوا من الاتحاد، معناها نجم تقول خذوا ما يرضيهم وخرجوا، وقعدنا احنا ما عودنا اعتصمنا حتى محضر جلسة ما جيناش. انا قديش عدد اللي شمل المطرودين 6 ولكن الحاضرين توا 4. قديش الطرد هذا قديش عندكم توا؟ الطرد هذا عن خلفيه نقابيه. عرفنا اللي يحس بيه توجه للنقابه ولا قص اشتراك ولا حاجه راهو طرد، ما يخليش يلفق له حتى ولو تهم ويعمل له شهاد ويطرد. أكبر دليل ما عندوش نقابة بالمؤسسة. فماش معنا تلفق تعاطف معاكم منظمات جمعيات؟ والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موجود إن شاء الله موجود. اتصلت بي رابطة حقوق الإنسان الصباح والإعلام كما تطاوين إذاعة تطاوين كما إذاعة إليسا فام كما موزايك أف أم اتصلوا بنا وإن شاء الله نلقوا حل، إن شاء الله نلقوا حل، سينو راه باش تتحول إلى وضع كارثي. الوضع الكارثي هو إحنا مانيش باش نخرجوا من هنا، مانيش باش نخرجوا من الإضراب نتاعنا خلاص ولو حتى جت برواحنا. علاش؟ على خاطر هذه راهي مسؤولية صغارنا، أضايق قلت صغارنا اللي فكوهونا قبل الثورة، وكنا أملنا في الثورة هذه المباركة قلنا خلي البلاد تركح قبل الساعة وتتأسس الحكومة، تأسست الحكومة وتأسس الواحد، مشينا باش نعاودوا إعادة نظر في الأحكام نتاعنا، ما فماش إعادة نظر. توا هنا يلزمنا معناها كي تلفتنا الاتحاد وقال نجيب لكم حقوقكم ما وتو ما صار شيء. معنا كيف تظن لي تمثل زوجتي؟ انا نمثل زوجتي وهذايا لا لي شيء اللي كونه معناها ما نحبوش باش نخسروا الاتحاد وما نحبوش باش نخسروا، لان ثم اطراف مناضله وفما ناس تعرف معناها الحق من الباطل، ونحن لا رجعه الا مثل ما نقولوا بالمكسب تاعنا، غير مكسب هذا ما لا خروج من هنا لا سبيل اليه مهما كلفنا العمل تاعكم مهما كلفنا الامر. بارك الله فيك. احنا حاليا موجودين في الاتحاد وتحديدا في مكتب الكتاب العام سي سليمان عمار اللي باش يعطينا موقف نتاعو من اضراب الجوع اللي دخل فيه عدد من عمالة ريم بيتش اليوم. شوف احنا موقفنا كاتحاد محلي كما قلت لك كونا تبنينا الملف نتاعهم عندنا توا عام نسعاو في شيء هذايا. وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى وطني صارت تقريبا 7 جلسات هذوما، لكن المعني بالامر اللي هو العرف هذا سي بولعجوزة سي محمد بالعجوزة رافضي لحد الان باش يقعد ويتحاور معنا. اخر جلسه تحددت الجمعه اللي قبل هذه نهار تاريخ بالضبط الجمعه اللي فاتت شي قبل هو
على حسب توا المراسل اللي جتنا على اثر مراسلاتكم الوارده علينا بتاريخ 25 اكتوبر والتي تطلبون فيها عقد جلسه معكم للنظر في بعض المسائل العالقه بالقطاع وتبعا للاتصالات التي حصلت من طرفنا مع التفقديه العامه للشغل ونزل رمبيتش، فانا اعلمكم ان المباحثات ما زالت جاريه بهدف تقريب وجهات النظر والموقف. هذا يا سيبو العزوزه بعد باقي تحدد الجلسه على مستوى التفقديه العامه الثلاث اللي قبل هذه سي محمد بالعزوزة والأطراف كجامع ما حضروش الجلسة هذه، بعثوا برقية على أساس كونه طالبين جلسة على أساس جمع هذه. إلى حد الآن احنا مازال ما عندناش استدعاء رسمي، هنا قاعدين نتراقبوا في الجلسة اللي باش تصير على مستوى التفقدي العام. التفقدي العام هي المتبنية تو حاليا الملف. احنا بالنسبة لنا الإخوان هذا موجودين في اتحاد محلي مرحبا بهم يا اخويا، باقية الطريقة والعملية اللي عاملينها انا راه ماهوش جدوى لا ماهوش طريقه يا خويا. بالنسبه لنا احنا جاي الاتحاد يضغطوا على هذا المكان، يضغطوا على الميدان، احنا معاهم وضغطنا معاهم وقفنا معاهم وبالضغط هذاك جبنا جلسات. باقي يجيني الاتحاد هنا شكون اللي شافه تو في الاتحاد المحلي؟ كنت طالب ضغط يقول لك على اساس يمكن التحرك تاع الاتحاد ما كانش كما ينتظر هما يا خويا. ما تنتظروش، هذاك هو الحوار وهذاك هو الواحد اللي نجمو وصلنا به. راهي الملف قديم ياسر، ماهوش ساهل. هذا من 2007 تقريبا المشكله نتاعو، وثم بالنسبه لنزل نعطيك الهيستوريك سان كلاب من 2005، وسان كلاب وصلنا معناها عرفهم وقعد معانا وصلنا للحل وعملنا معاهم حل، بينما هذا مازال رافض الحل. هذا متوقع لك معنا مثال في سان كلاب تفضلت المشكله تاعهم، لكن هم مازلنا هكا شحبنا ان شاء الله من في خلال الاسبوع هذايا تجينا كما قال يحددوا لنا على مستوى التفقد العام جلسه ونحاولوا باش نلقاو حل مع العرف هذايا. اذا كان لقينا الحل لقينا، ما لقيناش حل من بعد عندنا احنا اجراءاتنا الاتحاد اللي باش يتخذوه، هذاك الاساليب كذا احنا ما نقولوش عليها تو، فهمت كيف الحوار وكذا. واحد ساعات كي تسد الحوار ساعات نجموا ناخذوا الموقف النهائي. اما مبدئيا احنا ما دام الحوار مفتوح والتفقدية العامة واخذة العملية، احنا يا خويا باش نوصل للاخر الواحد كما يقول مثلا. شكرا سي سيمان، الله يبارك فيك.